فإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، نتابع معكم تأملنا لقصة هذا الطفل الرائع سيدنا يوسف عليه السلام. قصته فيها كمية من العبر تكفي لأي إنسان إذا طبق فقط سورة يوسف على نفسه سيعيش حياة سعيدة مليئة بالخير، سنكتشف ذلك. أيها الأحبة، بعدما تآمروا على سيدنا يوسف وأرادوا أن يخدعوا أباهم، ماذا قالوا له؟ قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف؟ إذن هناك محاولات متكررة، كانوا كل يوم يحاولون مع الأب: أرسل معنا يوسف، يريد أن يلعب. حتى إن هذا الطفل على ما يبدو أنه تعلق بإخوته وانخدع بخطتهم وكان يميل إلى أن يذهب معهم، طفل صغير يريد أن يلعب. قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ناصحون وحافظون، انظروا إلى الألفاظ هذه التي يكثر منها من يريد أن يخدع: نحن ننصحه، سوف نحفظه، سوف كذا. ولكن الأب ماذا قال لهم؟ قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هنا أيها الأحبة وقفة قليلة فقط، يريد القرآن أن يعلمك أن هؤلاء الذين يتمتعون بلسان معسول، يتمتعون بألفاظ مبهرة لك، لا تنخدع بهم، لا تنخدع بهؤلاء الذين تراهم مثلا يزينون ألفاظهم، يتحدثون بكلام جميل، شخصياتهم جميلة، لا يغرنك ذلك. المنافق دائما لديه أدوات، النفاق فيه أدوات، أدوات عمل مثل أدوات الطبيب، المشرط والإبرة وكذا. هذا المنافق لديه أدوات، أهم أداة له هي اللسان المعسول، الكلام الجميل. فانظروا إلى هذا الكلام: قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، يعني نحن نريد أن ننصحه، نريد أن يلعب معنا، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، نريد له الخير، نريد أن يكون سعيدا، نريد أن ندخل السعادة إلى قلبه، وإنا له لحافظون، نتعهد بحفظه. ماذا قال لهم الأب؟ قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، يعني أنا لا أتحمل فراق هذا الطفل. تصوروا شدة المحبة التي كانت في قلب سيدنا يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام، لم يتحمل فراق ابنه لساعات. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. أعطاهم مثل، يعني أريد أن أقول لكم، أعطاهم ومضى هكذا لكي يكشف كذبهم فيما بعد، لأنه يعلم أن قضاء الله سيقع، ويعلم أن الشيطان يلعب في عقولهم، ويعلم أن هناك مكر سيتم، لأن الرؤية ستتحقق وهذا الطفل سيصبح ملكا. كيف سيتحقق ذلك؟ هناك قضاء الله سيقع لا محالة. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فوجه التهمة لمن؟ للذئب. يعني انظروا، على الرغم من أن هذا الأب يعلم المكر والخداع لديهم، إلا أنه أبعدهم عن التهم وقال لهم: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هنا نتعلم شيء أيها الأحبة، نتعلم أن الإساءة لك لا تقابلها بالإساءة. إذا إنسان مكر بك وخدعك لا تواجهه بهذا الشيء، اترك الأمر لله، حاول أن تلتمس أعذارا لغيرك، لا تتسرع في الحكم. يعني هذه العبرة التي نأخذها من هذه القصة، وجد لهم، يعني هم أرادوا أن يقتلوا يوسف أو يرموه، يلقوه في غيابة الجب،
وهو يقول لهم: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يجد لهم مبررا. ماذا قال؟ قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. نحن عصبة أقوياء. عادوا لمقياس القوة وهو مقياس خاطئ أيها الأحبة. هذا المقياس يدمرك أيها الإنسان. لا تنغر بقوتك مهما كنت قويا، مهما كان لديك من الشهرة والسلطة والمال والوسائل التي سخرها الله لك، وسائل القوة والسيطرة، أنت ضعيف جدا، لأنه في أي لحظة يمكن أن تموت، في أي لحظة يمكن أن تمرض أو تنهار أو تموت، تنتهي حياتك، ستفقد حتى اسمك، سيقال عنك ميت، الميت فلان، انتهى كل شيء، أصبحت ترابا. يجب أن تفكر دائما بالموت، تفكر أنني الله عندما أعطاني هذه القوة ينبغي أن أتواضع لله لا أتكبر. هم تكبروا، قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة. عصبة يعني أقوياء من عصابة، يعني الإنسان القوي والعدد الكثير يعني يسمى عصبة. إنا إذا لخاسرون، يعني معقول أننا بكل هذه القوة وهذا العدد ويأتي مجرد ذئب ليأكله؟ المهم، بعد إلحاح من الأولاد وربما رغبة من سيدنا يوسف وهو طفل صغير يريد أن يذهب ليلعب، والأب لم يجد مفرا من الموافقة فوافق على ذلك. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. في هذه اللحظة أيها الأحبة، عندما بدأوا بربط سيدنا يوسف وقالوا له: انزل لتجلب لنا الماء، خدعوه. طبعا بعد أن خلعوا قميصه، أخذوا قميصه ووضعوه في الدلو، وبدأوا يعني بإنزاله شيئا فشيئا، ثم تركوه وجاءوا بدم كذب على هذا القميص لكي يبرروا خطتهم. طبعا هنا تأخروا قليلا، لأنهم الحقيقة بعد أن ألقوه في غيابة الجب أرادوا أن يجدوا مبررا. أين ذهب؟ إذا قالوا له ضاع سيقول: اذهبوا وابحثوا عنه. إذا قالوا له سقط في البئر سيذهب بنفسه ليبحث عنه. إذا قالوا هرب، يعني لم يجدوا، فاستدعوا المعلومة التي أصلا أعطاهم إياها سيدنا يعقوب. دققوا معي أيها الأحبة، في الموقف الذي كان فيه سيدنا يوسف في الجب، قال تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سبحان الله، طفل صغير وهو في ظلمات الجب معرض للموت، يعني يمكن إذا تأخرت القافلة يوم يموت عطشا أو يموت جوعا أو غرقا، هو في غيابة الجب، ظلام، قد يخرج له ثعبان مثلا، يعني معرض لكل أنواع المخاطر. على الرغم من ذلك الله تبارك وتعالى قال: وأوحينا إليه. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، في هذه اللحظة وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أيها الأحبة، أنا أتحدى أي شخص أن يستطيع أن يحذف كلمة أو يضيف كلمة ذات معنى إلى هذه الآية، لا تستطيع. انظروا دقة القرآن، كل كلمة تأتي في مكانها الصحيح، لا تستطيع أن تختصر كلمة، وإذا أضفت كلمات سيكون لا معنى لها. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هم فرحون بأن أخاهم تخلصوا منه، ولكن الولد الصغير سيدنا يوسف هو في معية الله، في وحي من الله، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سبحان الله، يعني والله أيها الأحبة، قصة كلها عبرة. ما هي العبرة في هذه الآية أيها الأحبة؟ إذا تخلى كل الناس عنك، هناك إله هو الذي خلقك ورزقك
وهو معك الآن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليك من 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 حبل الوريد الذي إذا قطع تموت. الله أقرب إليك من كل شيء، من نفسك أقرب إليك من نفسك، لا تذهب إلى أحد آخر، الله موجود سبحانه وتعالى. إذا مسك ضر، مسك خوف، مسك أذى، التجئ إلى الله وتذكر هذا الموقف. الحقيقة هذا الموقف من أصعب المواقف التي يمر بها إنسان. أولا ظلمات الجب، لا يوجد طعام، لا يوجد أي يعني شيء من وسائل الرعاية، معرض كما قلنا لحشرات، لثعابين، لحيوانات، كل هذا معرض له في هذا البئر العميق، معرض أن تتأخر القافلة فيموت، كان الله معه. لذلك أخي الحبيب، إذا فكر أحد أن يخدعك أو تعرضت لإساءة أو تعرضت لمشاكل مهما كانت عظيمة، اعلم أن الله سيكون معك، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو يعلم تماما ما في نفسك، فكن مع الله تكسب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أإله مع الله، تعالى الله عما